يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله تعالى عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه، ما معنى اللقي في هذه الآية؟ وهل فيها دليل لمن قال بأن المنافقين يرون الله يوم القيامة؟ يلقونه لكن ما يرونه، الكفار يلقون الله، بمعنى أنهم يصيرون إلى الله ويحشرون إلى الله، معنى يوم يلقونه يعني يوم يحشرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.